يا عبي السلام عليكم. اليوم حنوصل طلبيات في الدراجة الهوائية. تذكرون هذا البايسكل؟ ايوه ايام حلوة. يلا حنبدأ الفيديو واليالا. هوبلا. سبب هذا الفيديو حبايبي صراحة ما عندي أي فكرة، يعني حبيت بس أنطلق بالبايسيكل، أنطلق بالدراجة الهوائية. اليوم معظم الناس اللي يدعموني يحبون توصيل طلبات بالدراجة الهوائية، فشفت أول ما قعدت من النوم الصبح شفت الجو جدا حلو، يعني جميل، كان يقول الشمس ما شاء الله طالعة، يعني بنفس الوقت رمضان، فقلت خلاص يمكن أوصل طلبيات لمدة 3 ساعات تقريبا لحد الفطور بس بالدراجة الهوائية مو بالسيارة. طبعا الحبايب اللي يدعموني يريدون أشتغل بتوصيل طلبات بالسيارة ما شاء الله تعليق طلباتهم ما تنتهي، الكل يطلب توصيل طلبات بالدراجة الهوائية، حتى يوسف، حتى أخوي نور، حتى الأصدقاء، يعني صار الموضوع جدا جدي. يعني خلينا نفتح البرنامج. يلا بسم الله. الوضع بعد ما بدأ رمضان، من أول يوم رمضان لحد هذا اليوم مع الأسف الطلبيات بالظهر حبايبي، يعني مع العلم أنه هنا الألوان وأشكال وحرب الشوارع، بس الطلبيات جدا قليل، ما تعرف شنو السبب. المهم قررت أنه أجرب الدراجة الهوائية أحسن ما أخسر بنزين. فكرت بالموضوع انه اسوي شات سواقه للموتور، تعرفون هنا بالمانيا كل شيء له شات سواقه، حتى الدراجه الهوائيه لازم اسوي شات سواقه، امشي موتور سريع لازم اسوي شات سواقه. طبعا لما اسوق السياره يا جماعه الخير يختلف الشعور تماما، بالدراجه الهوائيه تشوف اكثر. والبايسيكل صار لمده هوايه ما معتدي بها والله، دامش انا حاليا 20 22 كيلومتر بالساعه وحاس نفسي جدا بطيء. متعود على السيارة صراحة يا جماعة الخير، يعني بالسيارة فوائدها مع الأسف جدا جدا يعني قليلة. يعني فوائدها شنو فوائدها؟ الرفاهية، الدفو، تقدر تحط أغراضك بمكانك، يعني مكان ممكن عندك مكان أكثر، تسمع أغاني، تسمع أشياء معينة أو تسمع قرآن صوت عالي. أما بالبايسيكل كل هاي الأشياء ما موجودة، لا دفو لا أصوات عالية ولا أي شيء ثاني. يعني بما انه حاليا ننتظر الاشاره حمراء قررت اني البس الكفوف لان الدنيا برد صراحه. البايسكل يعني جماعه الخير صار عندي هذا البايسكل تقريبا 3 سنوات ومشتغل بيه ما شاء الله، يعني جبت بيه فلوس حلوه. يعني هذا البايسكل صرفت عليه تقريبا 4000 يورو، اكثر من 4000 يمكن وصل لل 5000 الله اعلم. البطاريه الوحده كلفتني تقريبا 880 يورو، يعني صوروا مبلغ جدا عالي. يعني هذا البايسكل جاب لي مبلغ حلو، جاب لي فلوس حلوه الله اعلم، يمكن يعني مبلغ شنو يعني خلاني اعيش. سياره تعتبر سياره كامله حبايبي، يعني والله صار لي مده هوايه ما سايق البايسكل. احنا حاليا حبايبي في مدينه هامبورغ، تعرفون مدينه هي في شمال المانيا، على يساري حبايبي بحيره الألستر، بحيره معروفه في وسط هامبورغ مثل ما تشوفون. سويتها آخر مرة، أهم بحيرة في هامبورغ، بروجكت أو مشروع ماليزيا طول أكثر من سنة أعتقد أو أقل. رحت سافرت إلى ماليزيا وصورت، ولكن الأكثرية يعرفون الفيديوهات اللي هي بالطول، صورت بعض الأشياء، ولكن كان هدفي من هاي الدولة شيء ثاني. فاشتركوا بالقناة حبايبي، أنصحكم يعني نصيحة، يعني هذا البروجكت جدا 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 مهم وجدا كبير، حيكون شيء مهم، حيكون ليفل وحيكون يعني شغلة ما موجودة على اليوتيوب. فأتمنى يا رب تشتركون بالقناة لأن حتستفادون إن شاء الله من معلومات جدا حلوة وتستمتعون بالمشاهدة. الفيديو حيكون بجودة جدا عالية، نفس الوقت حيكون متعوب عليه، يعني مشتغل عليه نفس الوقت ويا الفريق ويا يوسف ويا أخويا ومحمود، حنسوي إنتاج جميل إن شاء الله. فأتمنى يا رب تدعمونا، وأتمنى يا رب يعجبكم هذا الفيديو. يلا خلينا نكمل الفيديو. طبعا الأجواء جدا جميلة ما شاء الله، احنا حاليا على جسر يا جماعة الخير، دا أفكر أترك الشغل وأجي أتمشى هنا من كثر الجمال. يعني وبدأ الأشجار بدأت توري، يعني بدأت الأشجار يا جماعة الخير يعني تطلع الأوراق، الخضار يطلع، الناس تمشي بالبلم بالقوارب. يعني الجو جدا بارد، ولكن تشوفون الناس والبشر ما شاء الله يعني يمشون ما يصدقون إنه الشمس تطلع أو الجو يتحسن. بس شوفوا هالمنظر حبايبي، شوفوا هالمنظر، هذا بالصيف أنا أجي بالقارب من جوا الجسر أتمشى بهاي الحدائق الحلوة. قولي يا الله خلينا نجيب طلبية. كل هاي جاهز؟ نابس؟ الله يشكر. سباشين بار؟ عينم. أضوي ألكسندر. 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 عينم. إيش هذيك فارما؟
انت شيك فارما؟ يوه تمام تمام فرقس تمام اي والله يلا قول يا الله. سالني قال لي انت ما عندك شعر بالصوره الصوره مال مال اوبر يقول انت ما عندك شعر هاي شوفوا هنا حبايبي ما يعني قص شعري صفر يا جماعه تخيل 4 كيلو وراجع للبيت انا يلا بعد شوي تونس يلا يا جماعه الخير قول يا الله ايوه باخ رجعنا للايام الحلوه ايام الدراجه الهوائيه وايام يعني الايام الحلوه بس انا ما انا مش سريع تعمدا لان الدنيا برد حبايبي عندي مشكله بالاوبر بدي احاول احلها حاليا اني وهي اقامتي ما اقدر هسه حاليا المهم اقامتي خلصت فان شاء الله حقدم على الاقامه الدائميه واللي يحب يعرف الخطوات الاشياء المهمه خلي يشترك بالقناة وخلي يحجز موعد سواء كان يخص الشغل او اشياء ثانيه تخص الاقامه او اشياء ثانيه في المانيا تعرفون انا اساعد الناس قدر الامكان ولكن المشكله هي الوقت فلهذا السبب اسست موقع خاص حتى الناس تقدر تحجز موعد واخصص وقت لهم لان تعرفون انا ساعدت اكثر من شخص والتقيت بهم صوت وصوره وحاولت اشرح لهم بعض الاشياء احجز موعد حتى اقدر اساعدك حتى اخصص وقت سواء انا كنت او واحد من الفريق صراحه يا جماعه الخير حاولت اساعد قدر الامكان من الناس طبعا الاكثريه يحجزون موعد حاب اساعدهم فورا ولكن الصراحه يعني الحق ينقال مو كل الاشخاص ساعدتهم مو كل الناس اقدر اساعدهم في بعض الناس عندهم مشاكل انا ما اقدر اساعدهم يعني احاول اساعد بس المشكله شنو هي المشكله انه الوضع بعض الاحيان يطلع عن سيطرتي يعني خلينا نقول اشياء تخص الاقامه اشياء تخص الشغل يعني تعرفون مشاكل ما شاء الله ما تخلص المهم فاعطوني ورقه عباره عن اقامه بس شنو هي تمديديه يعني هيك تمشي نفسك فيها اسمها فونسيونز بشاينغوم او هيك شيء الله اعلم شو اسمها بالالماني كلمه جديده بالنسبه لي فهاي تمشي امرك بيها والاوبر مع الاسف ما دا يقبل هاي الورقه دا احاول احل المشكله والاوبر نفسه او البرنامج نفسه بيه بعض المشاكل حبايبي بخصوص المستندات يعني اوراق قامتك شهاده سواقه والى اخره فالموضوع يعني مو بهالسهوله عموما دا احاول احلها فاللي يحب يعرف الحل خلي يشترك بالقناه ان شاء الله قريبا احاول احل هاي المشكله وهاي المشكله طبعا جدا كبيره يعني صار مده جدا طويله بعض الاصدقاء بعض الحبايب ساعدتهم بس مع الاسف ما قدرت احل المشكله وقعت نفس المشكله يعني انا حاليا عندي نفس المشكله ويا الاصدقاء فان شاء الله حل المشكله يلا 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 عمو كمل طريقك يلا ابوي يلا يلا يا جماعة الخير كمية الغباء بهذا البرنامج الخرائط الجوجل مو طبيعية يعني يريد يوديك مسافة جدا بعيدة يعني 4 دقائق كيلو متر ونص تقريبا والبيت هنا بهالمكان ليش يريد يرجعني تشوفون هاي مشكلة يريد يرجعني سيطر اصلا وصلت هذا البيت قدامي ها طبعا الترميمات والباوشتلة هنا وصلت الى درجة انه حتى الحكومة الألمانية تشتكي من هذا الشنة سادين طريق شوف يا حبيبي يا جماعة الخير السيارات جاية ترجع لين ماكو مكان ما مسموح لهم يكملون طريق مزور الطريق زين احنا وصلنا الى بيت الزبون ولكن هذا مو بيت زبون هذا سوبر ماركت زين تعال دور بالدراجة الهوائية لازم تترك السيارة بهالمكان بس قصدي بالسيارة تترك السيارة بهالمكان بالدراجة الهوائية كمل طريقك ابو جيس كمل طريقك ودور زين هذا حرف 2 احنا نريد حرف 2 F وكاتبين لي بعض المعلومات طبعا هذا جسر مال قطار زين وبايسكل وصلك للباب الزبون يعني. بسم الله يا طارق الو باش هي تاجه خلينا نسوي كل مساج فين الغباء هذا اذا انت خسران شيء اكتب الطابق الثاني اخ يا جماعه الخير اخ يلا خلينا نطلب يا حبايبي اول طلبيه بسم الله هاي بدي شو تشاو طبعا هاي الكيسة حبايبي للفول وليست اوبايت هاي المشكلة شو تسوي الحمد لله على كل حال اول طلبية يا جماعة الخير نشوف شو كده اخذنا عليها 7 يورو و27 سنت ما صرفت عليها ولا سنت واحد بنزين والله الطقس يعني حلو بشمس بس الدنيا برد طال لي مدة يعني متعود على الكرسي مال الدراجة الهوائية زين وبعدين ما هو طلبية واحدة يلا هو مجرد تصوير يعني الفيديو هاي تصوير طلبات حاليا بس على مود الفيديو تعالوا حبايبي ندخل بالحديقة انا احب الحديقة خصوصا بالدراجة الهوائية واحد شوية يعني يقعد ممكن يقعد بمكان بشمس يا الهي لا منظر حلو والله بس انا حتعذب بالصيف يعني الصيف ان شاء الله حقضيه اما اقضيه بالعراق او اقضيه بغير مكان مستحيل ابقى دقيقة بالمانيا بالصيف الاشجار والنباتات والزهور بدأت تورد هذا اللقاح يطير بالهواء هذا اللقاح يا جماعة الخير عندي حساسية
اموت بالصيف اموت، يعني ما اقدر لا انام لا اكل لا اشرب كلش مقدر، عندي حساسيه جدا تموتني. في الصيف بالنص اكو يعني مي، حاليا مطلعين المي والاطفال يمشون بالدراجه الهوائيه ويلعبون بهالمكان. حلو مكان حلو، والشمس ما شاء الله يابا جماعه الخير. انا لابس اسود لان الاسود لون الاسود اسحب الضوء حتى ادفى بسرعه. احنا حاليا في شتات بارك، قلت ممكن اوقف بهالمكان الشمس. منظر حلو والله، ماكو طلبيات. يعني المشكله حبايبي انه دائما انا امشي، انا ساكن بهالمكان بعيد يعني شويه، انزل لي جوا الى السنتر احتاج تقريبا 9 كيلومترات تقريبا، يعني تقريبا نص ساعه بالسياره او ثلث ساعه يعني 20 دقيقه، ودائما انتظر تحت يعني وانتظر حتى ما تجي طلبيه. ولكن بالدرجه الهوائيه اذا امشي تحت يعني اذا انزل الى سنتر المدينه ممكن اخلص البطاريه كلها، يعني قصدي عند بالغ بالموضوع يعني قصدي يعني انزل ويساعدني فوق، انزل ويساعدني فوق. الوضع شويه يعني صاير مو جدا ممتاز في هامبورغ، فالواحد لازم يغير المدينه. حبايبي عندي لكم نصيحه جدا حلوه تعجبكم ان شاء الله. طبعا واحد من الفريق اسمه محمود انصحني ببرنامج جدا ممتاز اسمه جولدن قران، المصحف الذهبي او هيك شيء. طلب من عندي بعض الاشياء. هذا المصحف يا جماعه الخير او هذا البرنامج بكل القراء من كل انحاء العالم، يعني تحديدا المنشاوي العفاسي والى اخره، بكل القران باصوات وتجويد وتلاوه وكل الاشياء. فانا استخدمه على تليفون ثاني، انا استخدم هذا التليفون نزلته بس على مود اوريكم، وممكن تستخدموه جدا يعني حلو حلو. ببعض الاشياء اذكار بي مثلا باوقات الصلاه، اشياء احاديث ما شاء الله. يعني انا حبيت جدا جدا حبيت هذا البرنامج، اسمه المصحف الذهبي او جولدن قران، جدا عجبني والله. حبايبي راح احاول ان انزل الى اتجاه السنتر، بس بنزل بالاماكن اللي بها يعني شمس، يعني صراحه جمدت برد مو طبيعي يا الهي. وحبيت ان اقرر ان وسط طلبيات الظهر او في النهار بالدراجة الهوائية، وبالليل الجو بارد بعده أكمل بالسيارة. يعني بالليل يعني الموضوع شوية يختلف من النهار. إذا عبرت إشارة حمراء بالدراجة الهوائية أو مشي وأنت عندك شهادة سواقة تأخذ غرامة كأنما أنت سائق سيارة، هذا هو القانون الألماني. فاحترم نفسك وانتظر لحتى تصير الإشارة خضراء، إذا شافك البوليس هاي اقرأ الفاتحة على روحك. اي بس افتهم موضوع الطقس، شو قصته؟ ليش هيجي هالبرد هذا؟ يقول لك شعور 8 درجة الحرارة بس هو يقول لك 10، غريبة والله. هاي المنسبوك هو قريب عليه تقريبا دقيقة واحدة واصل له. يابا برد والله مو طبيعي. بردت؟ يا الهي على البرد. وصلنا إلى برجا كين. الو. تصفاص؟ صوده؟ يلا. كان كذي. يلا. طبعا نفس القصة رجعني للبيت. يعني ارجع انزل للسنتر اخذ طلبية اصعد لي فوق مرة ثانية. كل مرة نفس القصة. هاي البناية اخيرا خلصوها جديدة. عبالك قرن يعني قرن لحد ما يخلصون هاي البناية يبنوها بناية. هذا شنو هذا؟ سيركس هذا؟ مسويين سيركس انا مثل ميونخ اخر مرة. سيركس هذا الظاهر. اي فعاليات الاطفال. شوف حبايبي هذه البايسكلات بامكانك تستاجرون، يعني تستاجرون هاي البايسكلات ببلاش نص ساعه 30 دقيقه ببلاش. يعني اليوم يوم احد طبعا الاكثريه طالعين بالشارع. اوب طلع عرب الشوارع فقط. هذا طريق للبايسكلات اكسترا، يعني حتى بالجوجل خرائط يرسم لك هاي الطريق. اشوف المنظر والله حلو. لا الهي هاي بالصيف بالقارب شغله ثانيه، قسم بالله العظيم موضوع الخرائط شغله ثانيه. ما تعرف شو قصه الخرائط، يعني يدخلك بطرق بعيدة جدا ويعني ليش اختصرت تقريبا ثانية 1 كيلومتر اختصرت ووصل خلال دقيقة واحدة. غريب عجيب هذا الخرائط جوجل والله. الواحد لازم يشغل العقل. يعني شوف حبايبي هاي الشجرة لونها جدا حلو، يعني بداية الصيف يرجع الأشجار والبنباتات والزهور تورد. يعني
واصوات العصافير يعني لا اله شعور لا يوصف صراحه. يعني وصلنا الى بيت الزبون الطلبيه الثانيه. طبعا 7 يورو و97 سنت المجموع 15 يورو و24 سنت. حبايبي بهاي الفقرة أتمنى لكم الصحة والعافية. أعتقد أن هاي نهاية الفيديو، لأن صراحة كل ما أنزل إلى اتجاه السنتر يصعدني لفوق. صراحة بعد تقريبا ساعة ونص للفطور حبيت بس أجرب بالدراجة الهوائية أشوف الوضع، أجرب وياكم فيديو بسيط يعني لا أكثر ولا أقل. يلا قولوا يا الله السلام عليكم.